مرحبا يا حلوين، اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. فيديو اليوم رح يكون كيف تحملوا ماي بلاي هوم للايفون مجانا. في بنتات لي ما زبطت معي الطريقه، اسمها افراح محمد، قالت لي ما عرفت اشتغل مع الرابط كله صيني، علميني كيف احمل البرنامج. طبعا هذا هو الرابط اللي انا اعطيتكم اياه، عن جد هو طلع كله صيني، فانا هلا رح احط لكم الرابط الصح بهذا الفيديو. بس شوفوا، هي قالت لي انه ما عرفت اشتغل مع البرنامج. هلا خلينا رح احط لكم الرابط، وهلا رح اورجي. طيب اول شيء رح مثلا رح يطلع لكم هيك. هلا انا خليني احذف اللي عندي. طيب احذف اللي عندي، هذا هو اللي عندي، هو نفسه. رح احذف اللي عندي، هذا هو، وراح اعمل الغاء تثبيت. وهلا رح اورجيكم شلون تحمل الجديد. طيب هلا شوفوا شو رح تعملوا. خلينا مثلا نرجع لورا شوي، نرجع على الانترنت. انا تبعي ما حملته، عفوا. طيب اوكي، فعلى طول اول ما تضغطوا على الرابط رح يطلع لكم هي الصفحة، بعدها رح يطلع لكم داونلود. تضغطوا على داونلود ورح يبلش تحميل. طريقة سهلة كتير، وانا رح احط لك الرابط يا افراح ومحمد، رح احط لك اياه وان شاء الله تستفيدي. اكتبي لي اذا استفدتي، اكتبي لي بالكومنت انك استفدتي. وهلا هو محمل، رح اخليه يحمل وارجع لكم، حتى هو ما بيطول كتير بالتحميل. الوصف مهم، لازم تشوفوا الوصف لانه رح يكون في الرابط وانا رح اكتب لكم. طيب هلا هو حمل، بعد ما يحمل رح تضغطوا عليه. طيب وبعدها خلاص هيك تطلع لكم التحديث، بعدها مو التحديث يعني الشروط، بعدها تضغطوا على التثبيت وبيبلش يثبت او يحمل. فهو جار التثبيت. وهلا خلينا نبلش بنشوف، نستنى يحمل، بعده بنشوف اذا رح تزبط ولا لا. اذا زبطت اكيد رح انشر فيديو، اذا ما زبطت كمان رح انشر فيديو، بس ممكن نقول فشلنا. بس اكيد رح تزبط ان شاء الله يعني. هلا استنى شوي بس لبين ما يتثبت او يتحمل. والله شوفوا، رغم انه الجوال عندي او عندي هذا ما كتير فيه شحن، التابلت تبعي ما هيك عم بعمل لكم فيديو، يعني انكم غاليين على قلبي. ما بعرف وين روحت التحميل صراحة. طيب هلا هو ببلش يحمل، فينا نروح على التحميلات. وين التحميلات؟ تحميلات، تعرفوا والله دائما هاي الشغله بتصير معي. تعرفوا لازم لحتى يرجع يعني هذا الشيء عندكم لازم تحذفوا ليكو تحمل. فبعد ما يتحمل هذا هو البرنامج صار عندكم، راح تروحوا عليه كله صيني، ما حتفهموا شيء، حتى انا ما فهمت شيء، عفوا على الضجه بس. طيب فهذا هو البرنامج. خلينا نمحي، انا ما بفهم شيء لهيك، ما بعرف شو عم حدث او شو عم بكبس، شو عم بضغط. شو هاد؟ شو عملت؟ شكله تحديث يا ربي. خلاص بعد رح تضغطوا تكتبوا ماي بلاي هوم، وهي الطريقه صارت عندكم، تقدروا تحملوها. يعني انا شرحت هاي الطريقه اكثر من مره، اللي هون ما انا محملتهم عندي هدول. فالمهم بس بدي اعرف هاد شو عم يعمل، يمكن تحديث. خلاص وقف، ما بدي اياك تحدث، شكرا 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 يا ولي. طيب هذا كان فيديو اليوم، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير بكل مكان. بحبكم كتير كتير كتير، وشكرا لوصولي ل 579 مشاهدة و20 لايك. مع السلامة.